السلام عليكم أبنائي الأعزاء، حبايبي طلاب مدارس كوليدج، وحشتونا بجد. المدرسة من غيركم وحشة جدا. أعزائي شركاء المسيرة، شركاء العملية التعليمية، أولياء أمور طلاب مدارس كوليدج، أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وأنتم طيبين. ويا رب إن شاء الله نبقى في ظروف أحسن. عشان كده النهاردة بتكلم، بقول في مثل بيقول: كن جميلا ترى الوجود جميلا. تعالوا بقى على نفس المثل نقول: كن إيجابيا ترى كل ما حولك إيجابيا. طب كيف نكون إيجابيين مع ما نحن فيه وما نمر به من أحداث؟ ده اللي احنا فكرنا فيه. عشان كده قلنا إن دورنا كمدارس كوليدج لا يقتصر على عمليات تعليمية، فاحنا دورنا عملية تعليمية وتربوية، ومن أهمها هو التواصل مع شركائنا اللي هم حضراتكم. عشان كده فكرنا من خلال وحدة الإرشاد النفسي إن إحنا نتواصل باستمرار خلال الفترة اللي جاية. إحنا مع بعض على مدار حلقات متعددة هنحاول فيها نقدم كل الدعم النفسي لحضرتك ولحضرتك كأولياء أمور لأبنائنا الطلاب، عشان بالتبعية هيكون هناك دعم نفسي من حضرتك لابنك في البيت. الدعم النفسي ده هيحول كل أفكارنا السلبية لأفكار إيجابية، هيخلي كل حالة الخوف اللي موجودة عندنا تتبدد من خوف مرضي إلى خوف صحي وخوف إيجابي. ده هيجي من خلال حلقات هتقوم بها الدكتورة استشارية الاستشاري النفسي بالمدارس كوليدج، هتتكلم فيها عن كيف نحول الخوف إلى خوف، من مرضي إلى خوف إيجابي وخوف صحي. هتتكلم عن كيفية قضاء هذه الفترة اللي هي فترة العزل اللي احنا عاملينها لنفسنا جوه البيت إلى فترة استرخاء، ازاي ندير وقتنا خلال هذه الفترة، ازاي نحول كل أفكارنا السلبية لأفكار إيجابية تنعكس على مشاعرنا، وفي النهاية نصل إلى مرحلة الرفاهية النفسية اللي احنا فعلا عايزين نوصل لها. وأعتقد إن احنا كلنا من خلال متابعة الحلقات دي أكيد هيكون ليها مردود عندنا، أكيد من خلال الحلقات دي هنوصل نحقق هدفنا إن تتحول مشاعرنا كلها إلى مشاعر إيجابية مشوبة بالحذر، ونبقى في النهاية إحنا قادرين على تحدي كافة المواقف الصعبة اللي ممكن نقابلها. التغيير في حد ذاته صعب، ولكن إحنا بنقول إحنا شركاء التغيير أصلا، إحنا أصلا نتقبل التغيير، وإزاي يصبح التغيير بالنسبة لي نقطة انطلاق ونقطة قوة نبدأ منها لتحسين أوضاعنا. إن شاء الله تابعونا خلال الحلقات الجاية، وأشوفكم يا رب المرة الجاية وإحنا في ظروف أحسن. السلام عليكم. مساء الخير على حضراتكم جميعا، وحشتونا وبطمن عليكم ويا رب نكون بخير. هنتكلم عن الدعم النفسي للمراهق اللي موجود معاك في البيت. اهم حاجه تقدر تقدمها للمراهق ده ان انت تقنعه ان هو يتقبل فكره العزل. تقبله لفكره العزل اللي هو ان احنا قاعدين في البيت دي في حد ذاتها بدايه الصحه النفسيه. لو المراهق تقبل، ابنك او بنتك المراهقه تقبلت الفكره، مش هتعاني او مش هيبقى فيه الصعوبه اللي الكل بيرفض فيها فكره التقبل. تاني حاجه حضرتك تقدر تجنبه مصادر الاشاعات. حاول معانا انك تجنبه ادمانه لمتابعة الأخبار السلبية الخاصة بالفيروس. احنا عايزين نقلل من الموضوع ده قدر المستطاع. كمان يقدر ينظم وقته وانت تساعده في ده. يقدر ان هو ينظم نومه وينظم الغذاء الصحي الخاص به. مهم جدا فكرة تغيير الملابس يا جماعة. تغيير الملابس ده، احنا ارتداء الملابس المنزلية بشكل مستمر ده اصلا حاجة يعني تبعث الإحباط والملل للي قاعد في البيت. احنا عايزين نغير الجو اللي احنا فيه ده، عايزين نخرج كأننا جو خروج عادي. البس لبس الخروج اللي عادي، حضرتك يا ماما ممكن تجهزي السفرة عادي ونقعد مع بعض على السفرة كأن احنا معزومين على الغداء برا. الجو ده، الجو الأسري ده بيغير، وتغيير النمط الحياة العادية اللي اعتدنا عليها بيخرجنا من مود نفسي مش كويس لمود نفسي أفضل. كمان حضرتك تجنب ان هو الناس المحبطه، في ناس سلبيين بيدوا طاقه سلبيه، لازم نتجنب ده. ساعده على ان يكون في تماسك في الاسره.
حضرتك كأب وحضرتك كأم ليكم دور كبير جدا في ان انتوا تدعموا ابنكم او بنتكم المراهقة. مهم جدا ان احنا نقدم كل ما في وسعنا من المساندة الاجتماعية لاولادنا، نمدهم بافكار، هم ما عندهمش الخيال الواسع او التفكير الجيد، احنا لازم نكون دايما وراهم ومعاهم طول الوقت. مهم جدا ان حضرتك تسمع لابنك المراهق، هو مفتقد دي، هو عايز حد يتكلم معاه وحد يسمعه، اسمعه اكتر ما تنصحه، دي مهمه جدا وبتجيب نتيجه حلوه قوي. خلي دايما لغه التواصل والتفاعل بينكم وبين بعض ولغه الحوار محمله ومعبئه بلغه الحب، قرب منه على قد ما تقدر. بشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.